السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. أهلا وسهلا بالمشاهدين والمشاهدات الكرام والكريمات. ودابا غادي نوقفوا عن التهديدات اللي تلقاتها ميليشيات البوليزاريو الإرهابية. فمحمد الوالي عكيك اللي مسؤول عسكري بالكيان الوهمي قال بأن البوليزاريو غادي تهجم على أهداف مغربية وغادي تخوض حرب وغادي تمتد إلى مدن في الصحراء المغربية. وكبيرهم وواهبيلهم ابراهيم الرخيص قال بان قال الصحيفه اسبانيا تريسينكو ان البوليزاريو لديها فواتير معلقه يتوجب على اسبانيا دفعها. اذن هذا الشيء هذه التهديدات خذوها الاسبان بمحمل الجد. واعتبرت صحيفه لاراثون الاسبانيه وسلطات الضوء على هذه التهديدات الأخيرة اللي قالت الجبهة الانفصالية أنها تنوي تنفذها على الأرض المغربية. وزاد المصدر على أن التهديدات ديال البوليزاريو استراتيجية جزائرية لاستفزاز الرباط. ها المعقول ها الصح. وكتهدف إلى خلق صراع جديد مع المغرب. وضافت هاد الصحيفة على أن الجبهة الوهمية ما كتطلقش تصريحات بهذا الحجم دون الحصول على الضوء الاخضر من الجزائر. وشددت هذه الصحيفه الاسبانيه لاراثون على ان البوليزاريو كتفقد مع توالي الايام والاسابيع والشهور قوتها لصالح الدبلوماسيه المغربيه اللي كتحظى بدعم دولي واسع اللي كيعترف بجديه مقترح الحكم الذاتي اللي تبناه المغرب منذ سنه 2007. وكتقول لاراثون على ان الجزائر ومعها صنيعتها البوليزاريو كيسعوا الى زعزعه الاستقرار بالمنطقه بمثل هذه التصريحات العدوانيه الداعيه الى الهجوم على اهداف مغربيه لا لشيء سوى للظهور في الساحه ومحاوله اظهار انهما حاضرتان رغم غيابهما الفعلي وزوال اطروحاتهما الانفصاليه. والناس كاع عاقوا بهم، هم مبغاوش يعاقوا. اذا نزيدوا في هذه القضيه هذه ونأكدوا على ان فعلا كاين واحد التفاعلات كثيره، فكما ان الاعلام الاسباني اهتم بها وشافها غير ارتقت، فكاين حركه صحراويون من اجل السلام، هذه جمعيه مغربيه انتي بوليزاريو موجوده في اسبانيا وعبرت على الرفض ديالها الشديد للتهديدات ديال البوليزاريو. وادانت الحركه تصريحات زعيم العصابه الاخيره لوسائل اعلام اسبانيا اللي دعم خلالها الى العنف والقيام باعمال وهجمات في مدن الصحراء. وعبرت كذلك على الرفض ديالها من لغه التصعيد التي لن تؤدي الا الى اطاله امد الصراع ومعاناه الصحراويين. وكذلك الجبهه جددت دعمها لاستعداد حكومة إسبانيا الحالية للمساهمة في الحل السلمي لمشكل الصحراء المغربية وفقا لمسؤوليتها التاريخية. وأكدت حركة صحراويون من أجل السلام أن اللجوء إلى أسلوب عمل العنف في المدن المغربية الصحراوية دليل على فشل الرهان العسكري والقرار الخاطئ اللي اتخذته البوليزاريو في نهاية 2020 لما قررت من جانب واحد التملص من وقف إطلاق نار الساري المفعول منذ عام 1991. ومن ناحية أخرى كتعتقد حركة الصحراويون من أجل السلام أن السير على نمط الجماعات الجهادية الإسلامية والتهديد باللجوء إلى العنف ما كيتناسبش مع خصوصية وثقافة المجتمع الصحراوي ويتعجل فقط بإدراج العصابة في القائمة السوداء لجماعات إرهابية وكذلك إطار الشكوك حول الصحراويين أو سكان الصحراء في أي جزء من العالم. وكما قلنا على التصريح ديال إبراهيم غالي بتهجم على إسبانيا وتهديدها شو أمور يعني كتدل على العنف، فتلقتها وسائل إعلام إسبانيا متفرقة واعتبرتها بمثابة تهديد جديد موجه للحكومة الإسبانية ويقتضي الامر الحاضر من اي اعمال اجراميه متهوره ممكن تاخذها البوليزاريو. وهو الامر اللي ممكن انه يدفع حكومه مدريد
أن تتخذ إجراءات آنية ومتسارعة، وربما تطلب من مواطنيها مغادرة أماكنهم بمخيم تندوف خوفا من أي عمليات انتقامية ضدهم. وتصريحات إبراهيم الرخيص دفعت منتدى الكناري الصحراوي، وهو جمعية إسبانية كتضم مواطنين من الصحراء المغربية وجزر الكناري، إلى التنديد بما صرح به زعيم الجبهة الإنفصالية. وطالبت حكومة مدريد، يعني هذا منتدى الكناري، طلبت من حكومة مدريد بالطرد الفوري لكل ممثلي الحركة الإنفصالية المتواجدين على التراب الإسباني. وأكد المنتدى الكناري الصحراوي أن إبراهيم غالي يريد من خلال كلامه إثارة الفوضى، وتهديد إسبانيا ليس سوى مجرد أوهام ما كيرتكزش على أي حقائق. وسبق المنتدى الكناري الصحراوي أن أكد في بيانه بأن موقف الحكومة الإسبانية الأخير لدعم المغرب في شأن الحكم الذاتي كيكتسي أهمية كبرى للاستقرار الإقليمي، وكيضفي واحد الزخم جديد على التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. هذا هو إبراهيم الرخيص ولا ابن بطوش اللي آواتو إسبانيا وهو مريض كيموت، واعتنوا به وعرضوا السمعة الإسبانية إلى الخطر، واعتنوا به وعالجوه حتى رجعوه في حالة صحية كتطمئن للجزائر. واليوم كيبين إبراهيم الرخيص وكيبين الإنفصاليين على أنه ما فيهم حتى شي خير. ودائما في إطار الهرطقات ديال البوليزاريو وعصابة الجزائر، هجمت وسائل الإعلام الجزائرية هذا المرة نواكشوط ما تقولهاش من بالكم، اتهمتها بأنها تلعب بما سمته بدور الطابور الخامس المخزن، والسبب هو أنه الزيارة الحالية اللي كيقوم بها وفد من المحامين الموريتانيين الداخلة واللي دخلوا عبر ممر قرقرات حاملين الإعلام المغربية. ف 44 محامي موريتاني حضروا على رأسهم رئيس هيئة المحامين في موريتانيا النقي إبراهيم ودباتي، ندوة تكوينية تحسيسية بالداخلة كتمحور هاد الندوة اللي كتنظم منذ 19 ماي حتى اليوم 27 بالمركز الدولي للأبحاث حول استراتيجية منع ومكافحة استغلال الأطفال في مناطق النزاعات. ونظمت هاد الندوة بالمركز الدولي للأبحاث لمحاربة جنية الأطفال اللي دشن مؤخرا بجهة الدخلة واد الذهب. ردوا البال للموضوع جنية الأطفال، وهالشي اللي كديروا البوليزاريو ومجموعة من الصوار كاينة، وسي عمر هلال كان طرح المسألة في الأمم المتحدة. وليلة الأربعاء جات واحد نقابة محامي بين مزوجتين مزعومة تابعة للبوليزاريو، قامت بإصدار بيان ورسلته لوسائل الإعلام موريتانيا، دعت فيه أن الزيارة اللي كيقوم بها المحامين الموريتانيين للداخلة هي انتهاك للقانون الدولي. أشوف كيف يفهموا في القانون. وعبرت عن أسفها لكونهم دخلوا الصحراء عبر ممر القرقرات حاملين الإعلام المغربية. وكان واحد الموقع سميتو لا باتري نيوز، هاد لا باتري نيوز فسحوا المجال واحد الأبواق الدعائية للنظام الجزائري، وهذه قصة حركوا هاد القلم شاعر موريتاني واللي قدموه على أنه باحث، هو غير مجرد متملق محترف ومعروف بأنه كيقدم تصريحات مقابل الأجر، ودفعوه باش يضرب في هاد المحامين. فالنظام الجزائري دفع وخلص نقود مقابل أن باش يقوم هاد السيد هذا بزعم أنه شاعر وهو عنده دور خبيث، وكيقول بأنه هاد الشيء دار الموريتانيين ليس شيئا جديدا، الدور الخبيث الذي لعبه الطابور الخامس في أعماق بلادنا، يعني في إشارة إلى موريتانيا. وكيقول عاوتاني بأنه هذا الدور كيقوم على التفاني في خدمة المخزن المغربي التوسعي على حساب سيادة وأمن واستقرار بلادنا، يعني موريتانيا. وباش نعرفوا مزيان هذا المهرطق هذا اللي قالوا شاعر ولا قالوا ليه باحث، فهاد الباحث مزعوم اللي ما عرفوش كيألف قصائد وكيبت صوتيات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعة نظام حكم محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني السابق 2019-2009.
كان الرئيس السابق سلموا سجنوا على الفور، ولكن ماشي الوقت طويل، لانه بمجرد وضعه في السجن السري في العاصمه الوطنيه الف قصيده مدحيه، يعني تقلب 180 درجه مدحيه تحت عنوان ابو بدر، في اشاره لولد الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز، لنا ولده سميتو بدر، وبالتالي تم الافراج عنه بسرعه مع تسليمه بمجرد مغادرته السجن مفاتيح السياره وشيك، خرج من الحبس من هنا وخذ شيك وخذ سياره. وهكا هذا الباحث الموريتاني المزيف كيقدم خدماته لمن يدفع اكثر، وقام الاعلام الجزائري بالتهجم على رئيس هيئه المحامين الموريتانيين والادعاء بان زيارته للداخل على راس وفد مهم كبير هي ممارسه للسلطات السياسيه لا تدخل في اختصاصات وانما في اختصاصاته وانما في اختصاصات صلاحيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. شوف كيف بغى يشربكوها له، بحال بغى يقولوا له واش انت هو الرئيس، وكيقول الرئيس الموريتاني واعي خوف في قلب ريق، السيد هذا راه كيدير اختصاصات ديالك، شوف التشربيكه كيديروا لها. ومن جانبها توجهت البوليزاريو الى حليفها حزب اتحاد قوى التقدم الحزب الشيوعي الموريتاني السابق، وطلبت منه إدانة هذه الزيارة عبر بيان صحفي. وكان الشيوعيون الموريتانيون السابقون نشروا بالفعل بيان يوم الاثنين 23 ماي. اعتبر حزب اتحاد قوى التقدم أن المحامين الوطنيين قد ارتكبوا خطأ بانتهاكهم حياد بلادهم تجاه نزاع الصحراء. هذه الحيادية اللي ما احترمهاش حتى هذا اتحاد قوى التقدم، وهو اللي كان دائما الحضور مع وفود كبيره في المسرحه الهزليه اللي كانت كتنظمها البوليزاريو بشكل متقطع في تفاريتي. دائما حلال علينا وحرام عليكم. لكن الخرجه الاعلاميه لهذا الحزب المدافع الأندلوجية الماويه نسبه الى ماو تسي تونغ قدمت خدمه لصحيفه الشروق اونلاين اللي كنعرفوها احد الابواق الدعائيه للنظام الجزائري، من اجل ايهام بان الموريتانيين غاضبين من المحامين ديالهم اللي كيزوروا الداخل حاليا. والمبالغة على ذلك أن البوليزاريو تسد لها الفم بعد مشاركة ديال واحد البرلمانية موريتانيا في الملتقى المغاربي الأول الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، والتنظمات نهاية الأسبوع الماضي في العيون، ونددت نائبة البوريتانية زينبو منتتي زينبو دائما كتدعي الرئيس الموريتاني إلى التخلي عن الحياد لصالح الدعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، ونددت هذه النائبة الموريتانية بشدة بالنزاعات الانفصالية أمام المشاركين في ملتقى العيون. ومن جانبه قال نقيب المحامي الموريتاني الأستاذ إبراهيم ودباتي أن هيئة المحامين مهنية ومستقلة وكتعمل وكتعاون مع جميع نظيراتها في العالم، وأنه حريص على الإبعاد عن كل النزاعات الدولية والإقليمية. وقال البلاغ ديال النقابة على أننا هيئة مهنية مستقلة تتعمل وتتعاون مع هيئة المحامين في المنطقة وفي العالم في إطار تكوين وتبادل الخبرات القانونية والقضائية بعيدا عن كل أنواع وأشكال التجاذبات والنعرات والتوجهات الانتماءات السياسية وعن النزاعات الدولية، فتحركاتنا وموقفنا تنطلق خصيصا من المرجعية المهنية البحتة، وينبغي للجميع النأي المطلق بالهيئة على المواقف والتصورات السياسية، وأننا في ظل التمسك بالمهنية والاستقلالية نبعد هيئتنا عن كل النزاعات الدولية والإقليمية التي هي من شأن الدول والحكومات، وبدل ذلك نسعى إلى تنويع التعاون المهني مع هيئات المحامين في كل الدول الشقيقة والصديقة. وهذيك الشيء باش كنقولوا كنقول دائما ما نغلطوش مع الموريتانيين. البوليزاريو والجزائر كتحاول تضغط على موريتانيا من أجل تغيير مواقفها وتخرج من ذاك الحياد باش تكون يعني مؤازره للاطروحه ديال البوليزاريو ديال الانفصاليين، ولكن خصنا حنا نقوى علاقتنا مع الفاعلين الموريتانيين، فذلك هو الضمان، ونتفهموا حنا هذا الوقع ولا هذا الوضع باش ندعموا موريتانيا دوله ورئيسا وحكومه وشعبا انها تاخذ موقف ايجابي من قضيه الصحراء المغربيه. اما المعرقون ما يديو غير برد وما يديو غير بك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.